إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل مشاهدي الكرام يقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. مشاهدي الكرام خلق الله تعالى الخلق لعبادته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وبذلك ارسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة التي خلق الله الخلق لها اسم عام لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فالشهادتان واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من العبادات الظاهره والايمان والتوكل والإحسان والإخلاص والخشية والإنابة من العبادات الباطنة وأعظم العبادات الصلاة أعظم العبادات الصلاة ولذلك خصها الله تعالى بالذكر في قوله لموسى عليه السلام وقد اصطفاه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فأمره بالعبادة وخص الصلاة بالذكر قال إنه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وذلك لعظيم ما الصلاة بين العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى. وقد اتخذ الله تبارك وتعالى في الارض بيوتا لاقام الصلاه، ومدح عمارها والمقيم والمقيم الصلاه فيها، فقال سبحانه: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الغد والرواح إلى بيوت الله لذكر الله وإقام الصلاة فكان صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح وكان صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط والمساجد كلها في الفضيلة سواء إلا ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام والمسجد الأقصى فهذه المساجد الثلاثة فضلها الله تعالى على مساجد الأرض كلها وأعظم الثلاثة فضلا المسجد الحرام وهو كما قال تعالى أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس لذكر الله وإقام الصلاة للذي ببكة أي مكة وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة فالله تعالى يقول في هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إن أول بيت والمراد به المسجد وضع للناس في الأرض ليذكروا فيه الله الله تعالى ويقيموا الصلاة هذا المسجد الحرام بمكة المكرمة ثم إن الله تعالى وصف هذا المسجد الاول والبيت العتيق بصفات قال للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا فوصف الله تعالى البيت الحرام بأنه مبارك بأنه مبارك وبركات المسجد الحرام نوعان بركات حسيه وبركات معنويه فمن بركات المسجد الحرام الحسيه ما ذكره الله تعالى في قوله وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون فمن بركات المسجد الحرام انه يجبى اليه ثمرات كل شيء والذين اكرمهم الله تعالى بالحج والعمره والزياره لهذا المسجد الحرام يجدون تاويل هذه الايه في مكه المكرمه فما من ساعة من ليل أو نهار يريد الحاج فيها أي شيء إلا وجده بفضل الله تبارك وتعالى وهذا من بركات هذا المسجد مبارك هذه بركة حسية وكذلك ومن دخله كان آمنا والأمن بفضل الله عز وجل في المسجد الحرام حتى إن الله تعالى نهى عن القتال فيه وكانوا في الجاهليه قبل الاسلام يعظمون هذا المسجد الحرام ولا يقاتلون فيه بل كان الرجل يرى في المسجد قاتل ابيه واخيه فلا يؤذيه ولا يعتدي عليه حتى يخرج من المسجد الحرام ومن بركات المسجد الحسيه هذا الماء المبارك ماء زمزم الذي اجراه الله تبارك وتعالى لهاجر وولدها اسماعيل عليهما السلام فهذا الماء من بركات المسجد الحرام وقد قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام خير ماء على وجه الارض ماء زمزم خير ماء على وجه الارض ماء زمزم وقال فيه طعام طعم وشفاء سقم طعام طعم وشفاء سق فمن شرب ماء زمزم وهو جائع شبع بفضل الله ومن شربه وهو مريض شفاه الله تبارك وتعالى ومن الآيات الحسية البركة من بركات هذا المسجد المقام إبراهيم عليه السلام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا هذه البركات الحسيه ومن البركات المعنويه تضعيف الاجر والثواب لمن قصد هذا البيت للحج او العمره او الاعتكاف او الصلاه وغير ذلك من الطاعات التي يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى فمن بركات هذا المسجد ما جاء في فضائل الحج عن النبي عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وقوله عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وقوله عليه الصلاه والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة وقوله صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت لم يرفع قدما ولم يضعها الا كتب الله له حسنه وحط عنه خطيئه ورفعه درجة وقال عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود الذي يستلمه الطائفون ويبتدئون من قبله الطواف قال عليه الصلاة والسلام ليبعثنه الله تعالى يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد لكل من استلمه بحق كذلك من بركات هذا المسجد الحرام تضعيف الأجر فيه للمصلين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه وهذا لفظ الحديث فالمشهور عند العامة أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف لا هذا خطأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في المسجد الحرام خير يعني أفضل خير من مئة ألف صلاة فيما سواه وهذا كله من بركات هذا المسجد الحرام الذي وضع للناس أولا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال العلماء في كون البيت هدى للعالمين قالوا يهتدون به الى قبلتهم وجهه صلاتهم وقالوا يهتدون به على الصانع المختار سبحانه وتعالى وقالوا ان الهدى هنا في هذا في هذه الايه أن كل من صلى فهو مهتدٍ، فهذا معنى كون البيت هدى للعالمين ثم قال سبحانه: فيه أي في هذا البيت العتيق والمسجد الحرام فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هو ذلك الحجر الذي أتي به إبراهيم عليه السلام بعدما رفع القواعد من البيت وارتفع الجدار وأراد شيئا يعلو عليه ليتم البنيان كما هي عادة كل بناء يبدأ على الأرض فإذا ارتفع البناء اتخذ ما يعرف بالسقالة ليقوم عليها فإبراهيم عليه السلام لما رفع القواعد من البيت وارتفع الجدار أراد شيئا يقوم عليه فأتاه إسماعيل عليه السلام بهذا الحجر فقام عليه يبني فغاصت قدماه عليه الصلاة والسلام في هذا الحجر الصلب الأصم غاصت قدماه وكأنه يقوم على أرض طينية أو رملية وهذه معجزة من المعجزات وما زال هذا المقام في جهة باب الكعبة مثبتا إلى اليوم وهذه يقول تعالى آيات بينات تدل على خالق الكون والذي اتخذ هذا البيت للناس وهو الله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام ابراهيم وبهذه المناسبة وقد سافر الحجاج لأداء فريضة الحج ننبههم إلى أنه لا يشرع التمسح بما يسمى مقام ابراهيم تمسح الحجاج بالمقام والصاقهم وجوههم به واجسادهم هذا ليس من الدين في شيء، انه حجر فقط جعله الله ايات بينات يستدل بها الناس على قدره الله سبحانه وتعالى، اما التمسح به فلا يجوز كذلك ان الله تبارك وتعالى أمر الطائفين أن يصلوا عند هذا المقام قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فالسنة للطائف متطوعا أو في عمرة أو في طواف الحج إذا فرغ من السبعة الأشواط أن يصلي ركعتي الطواف عند مقام ابراهيم يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإذا استقبل الكعبة قرأ الآية واتخذ من مقام ابراهيم مصلى ثم صلى ركعتي الطواف يقرا في الركعه الاولى الفاتحه والكافرون والركعه الثانيه الفاتحه والاخلاص هذا من السنه الا انه في موسم الحج ايها الحجاج يستحيل ان تصلي في هذا المكان لشده الزحام فمن اعظم اخطاء الحجاج رجالا ونساء حرصهم على صلاه الركعتين خلف مقام ابراهيم والناس يطوفون هذا يدفعه وهذا يطاه ويخرج من صلاه اكثر من مره هذه ليست صلاه ايها الحاج فاياك والحرص على الصلاه في هذا المكان في شده الزحام لا تؤذى ولا تؤذي وفرغ هذا المكان للطائفين فانهم اولى الناس بصحن الكعبه في هذا الموسم لكن تعلم فقط أن من السنة أن تكون ركعة الطواف خلف مقام إبراهيم حتى إذا أتيت البيت في وقت ليس في زحام أصبت السنة بإذن الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن فضائل هذا البيت العتيق والمسجد الحرام اول بيت وضع للناس ان الله تعالى خصه بعباده لا تكون عند غيره ولا في غيره وهي عباده الحج فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فهذا من فضائل هذا المسجد الحرام واول بيت وضع للناس انه يقصد للحج واداء المناسك على النحو الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا يكون حج في غير هذا المسجد ابدا فلا تحج مقامات ولا مشاهد ولا اماكن ولا مساجد ابدا انما يقصد للحج واداء النسك هذا البيت الحرام الذي هو اول بيت وضع للناس كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والحج كما هو معلوم من الدين بالضروره ركن من اركان الاسلام وفريضه من فرائض هذا الدين لهذه الايه ولقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا والحديث مع الايه يدل على ان الحج لا يجب الا على المستطيع والاستطاعه قسمان استطاعة بدنية واستطاعة مالية أما الاستطاعة البدنية فهي أن يكون الإنسان سليم البدن معافا قويا صحيحا حتى يستطيع الغد والرواح في المناسك والانتقال من المشاعر من مشعر إلى مشعر ومن جبل إلى جبل لأن الحج كما سماه النبي عليه الصلاه والسلام جهاد ومن اكرمه الله تعالى بالحج قبل ذلك يعرف حقيقه ان الحج جهاد فلا بد ان يكون الانسان سليم البدن معافى حتى يكون مستطيعا وقد قالت امراه يا رسول الله ان فريضه الحج ادركت ابي شيخا هرما لا يثبت على الراحله افاحج عنه قال حجي عن ابيك مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله فابقوا معنا